قائمة مسلسلات رمضان 2024، وكل سنة وحضراتكم بخير. المسلسل رقم واحد هيكون مسلسل فراولة، بطولة نيلي كريم وصدق صخر وشيماء سيف، وهيكون أحداث المسلسل عن فراولة بنت حارس عمارة، محترفة في قراية الفنجان، وبيحصل لها شوية مواقف كوميدية لحد ما بتكون سيدة أعمال. المسلسل رقم اتنين هيكون مسلسل إمبراطورية ميم، بطولة خالد النبوي وحلا شيحة ونور النبوي. قصة المسلسل هتعيد تقديم مسلسل عائلة ميم، ولكن بنظرة تانية عن اختلاف الأولاد مع أبائهم والمشاكل بين الأجيال، الجيل الحالي والجيل القديم. المسلسل رقم 3 مسلسل أشغال شقة، بطولة هشام ماجد وأسماء جلال ومصطفى غريب. هتكون أحداث المسلسل عن كوميديا اجتماعية، عن الدكتور هشام اللي بيقابل مشاكل مع التعامل مع الستات واللي بتحطه في مشاكل مع مراته والمجتمع. المسلسل رقم 4 مسلسل بيت الرفاعي، بطولة أمير كرارة وميرنا جميل وأحمد رزق وسيد رجب. بتدور أحداث المسلسل مع دكتور بيتعرض لأزمات في حياته بسبب المشاكل مع أحمد رزق، واللي هيكون فيها تحديات مختلفة على مدار الأحداث. المسلسل رقم 5 مسلسل صيد العقارب، بطولة غادة عبد الرازق ورياض الخولي وأحمد سعيد عبد الغني. بتدور أحداث المسلسل عن شخصية ليلى، سيدة الأعمال الناجحة جدا اللي بتتعرض لأزمات مالية كبيرة جدا، واللي بيدفعها إنها تدخل في صراعات مع رجال الأعمال اللي بيحاولوا يستغلوها. المسلسل رقم 6 هيكون مسلسل المعلم، بطولة مصطفى شعبان وهاجر أحمد وأحمد بدير. وهتدور أحداث المسلسل لتاجر سمك اللي هيقابل مشاكل كبيرة جدا وسط التجار في شادر السمك. المسلسل رقم 7 هيكون مسلسل رحيل، بطولة ياسمين صبري وأحمد فهمي وحازم سمير. وهتدور احداث المسلسل على بنت من الطبقة المتوسطة اسمها رحيل، بتتعرض لمواقف صعبة جدا في حياتها مع قصة حب، ومع كل ده بتحاول ان هي تعدي كل مشاكلها. المسلسل رقم 8 هيكون مسلسل كوبرا، بطولة محمد امام ومنى فضالي ومحمد ثروت. وبتدور احداث المسلسل عن ميكانيكي سيارات بيقابل مواقف كلها كوميدية، ومنها موقف هيغير حياته 180 درجة علشان يخليه شخص تاني. المسلسل رقم 9 هيكون مسلسل بابا جه، بطولة اكرم حسني ونسرين أمين ومحمود البزاوي. بتدور قصة المسلسل في إطار كوميدي عن أزمات ومشاكل كوميدية بتحصل مع الأبناء، والأبهات بيحاولوا إن هم يساعدوه. المسلسل رقم 10 هيكون مسلسل الحشاشين، بطولة كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد وميرن نور الدين. بتدور أحداث المسلسل في سنة 1000 ميلادي، من زمن بعيد جدا، عن حسن الصباح واللي بينشئ جماعة وكانت مشهورة باسم الحشاشين، وإزاي كانوا قادرين ينفذوا كل أفكارهم. المسلسل رقم 11 هيكون مسلسل لانشو بوكس، بطولة غادة عادل وجميل عوض وفادو عابد. بتدور أحداث المسلسل عن ثلاث ستات ربات بيوت بيحاولوا يحلوا مشاكلهم، وبيتفاجئوا منهم لقوا نفسهم بعصابة اللي من خلالها بيحاولوا يحلوا مشاكلهم ويدافعوا عن عائلتهم. المسلسل رقم 12 هيكون مسلسل أمير العوامري، بطولة هاني سلامة وسوسن بدري ومي سليم. وبتدور أحداث المسلسل بين صراعات بين الشركات ورجال الأعمال، واللي هيكون فيها تحديات بين الإخوات وبعضهم. المسلسل رقم 13 هيكون مسلسل خالد نور وولده نور خالد، بطولة كريم محمود عبد العزيز وشيكو وآية سماح. وبتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي عن علاقة المتجوزين في حياتهم والمواقف اللي بيقابلوها الرجال مع الستات. المسلسل رقم 14 هيكون مسلسل لحظة غضب، بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين وعلي قاسم. وبتدور أحداث المسلسل عن قضايا اجتماعية والمشاكل في قضايا الحب اللي بتكون أحداثها مبنية على التشويق والأحداث الدرامية. المسلسل رقم 15 هيكون مسلسل بدون سابق إنذار، بطولة أسر ياسين وعائشة بن أحمد وأحمد خالد صالح. وبتدور أحداث المسلسل عن ماجد وليلى اللي مستنيين ابنهم الأول، ولكن هتظهر لهم مشاكل كتيرة جدا على مدار الأحداث. المسلسل رقم 16 هيكون مسلسل عتبات البهجة، بطولة يحيى الفخراني وجمانة مراد وسيد رجب. بتدور أحداث المسلسل عن دراما اجتماعية عن الأجداد وإزاي قادرين يتعاملوا مع الجيل الجديد ومشاكلهم والحكايات الجميلة اللي هترجعنا لأجواء زمان. المسلسل رقم 17 مسلسل محارب، بطولة حسن الرداد وأحمد زاهر وماجد المصري. بتدور أحداث المسلسل عن عزيز محارب اللي بيكون من الطبقة الفقيرة، اللي بيضطر يسيب تعليمه ويشتغل سواق ميكروباص علشان يساعد عيلته، ولكن بتحصل أحداث بتغير حياته تماما. المسلسل رقم 18 هيكون مسلسل حق عرب، بطولة احمد العوضي ودينا فؤاد ووليد فواز. وبتدور احداث المسلسل عن تاجر خشب في حي الجمالية بيتورط في احداث ومشاكل خارج عن ارادته، بيحاول انه يتخلص منها باي طريقة. المسلسل رقم 19 مسلسل نعمة الافوكاتو، بطولة مي عمر واحمد زاهر واروى جودة. بتدور احداث المسلسل عن محامية اسمها نعمة المنفصلة عن جوزها، وبيكون في عداوة بينها وبين محامي تاني، ومع الأحداث دي بتنظر
بتمر بمشاكل كتيرة جدا بسببه. المسلسل رقم 20، مسلسل الكبير قوي الموسم الثامن، بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد ومحمد سلام. بتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي بشكل مختلف عن الأجزاء السابقة، ولكن بروح الأجزاء القديمة. المسلسل رقم 21، مسلسل سر إلهي، بطولة روجينا ومي سليم ومحمد ثروت. بتدور أحداث المسلسل عن قصة إنسانة الوحيدة بتعيش في حارة شعبية الوحيدة بعد ما تعرضت لغدر أقرب الناس ليها. المسلسل رقم 22، مسلسل مسار إجباري، بطولة أحمد داش وجودي بكر وعصام عمر وصابرين. بتدور أحداث المسلسل عن قصة درامية للشباب بتحاول بكل جهدها أنها توصل لحلمها، ولكن بيقابلوا مشاكل كتيرة جدا. المسلسل رقم 23، مسلسل بميت راجل، بطولة سمية الخشاب وصلاح عبدالله وإيمان يوسف. بتدور أحداث المسلسل لسيدة بتعيش في منطقة شعبية بتتعرض لمواقف صعبة لوحدها. المسلسل رقم 24، هيكون مسلسل المداح الجزء الرابع، بطولة حمادة هلال وهبة مجدي وفتحي عبد الوهاب. بتدور أحداث المسلسل عن صراع جديد مع الجن، واللي هتكون العودة الأكبر في الظلام في حياة صابر وسط كل الأعداء اللي بيحاولوا إنهم ينهوا قصته تماما. المسلسل رقم 25، هيكون مسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج وخالد الصاوي وعصام السقا. بتدور أحداث المسلسل لمدرسة تاريخ بتحصل لها صدفة بتغير كل حياتها وإزاي هتقدر تتعامل مع التغيرات الكبيرة اللي في حياتها. المسلسل رقم 26، هيكون مسلسل ألف ليلة وليلة، بطولة ياسر جلال ونور وعمر عبد الجليل. بتدور أحداث المسلسل عن قصة ألف ليلة وليلة للملك شهريار وشهرزاد بصورة جديدة ومختلفة عن المعروف به. المسلسل رقم 27، هيكون مسلسل بدون مقابل، بطولة هاني رمزي وداليا البحيري وعمر عبد الجليل. بتدور أحداث المسلسل عكس أدوار هاني رمزي الكوميدية المعروف بها، ويكون راجل أمن وبيكافح الإرهاب. المسلسل رقم 28، هيكون مسلسل قلع الحجر، بطولة محمد رياض وسوسن بدر وسهر الصايغ. بتدور أحداث المسلسل لقصص حقيقية حصلت في النوبة والصعيد والعادات والتقاليد المختلفة. المسلسل رقم 29، هيكون مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، بطولة ليلى أحمد زاهر وانتصار وسلمى بضيف. بتدور أحداث المسلسل عن بنت من عيلة فقيرة مهووسة بالتيك توك والمشاهدات، واللي بسببها بتقع في مشاكل كتيرة جدا وبيكون صعب إنها تخرج منها. المسلسل رقم 30، هيكون مسلسل العتاولة، بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة. بتدور أحداث المسلسل عن اتنين إخوات في حارة شعبية اللي بتدور معاهم أحداث كتيرة جدا من المافيا والصراعات القوية جدا. المسلسل رقم 31، هيكون مسلسل إثبات نسب، بطولة درة ومحمود عبد المغني ونبيل عيسى. وبتدور أحداث المسلسل على بنت بتتجوز رجل أعمال مشهور جدا وبتخلف منه طفل، ولكن بتواجه مشكلة في إثبات نسب ابنها وهي بتحاول بكل جهدها إنها تثبت الحقيقة. وبكده نكون وصلنا للنهاية. قولونا في التعليقات قررت تتفرج على أي مسلسل، وإيه من وجهة نظرك هيكون أقوى مسلسل في رمضان 2024.